الكل منا بحاجة لعدد ساعات كاف من النوم، فالنوم الجيد ينعكس على صحة الإنسان العملية والجسدية والنفسية أيضاً. الأبحاث الأخيرة تشير إلى ارتفاع عدد الأشخاص المصابين باضطرابات النوم على مختلف أنواعها، من هذه الاضطرابات الأرق وانقطاع التنفس المفاجئ أثناء النوم. وهاتان المشكلتان تؤثران جداً على حياة الإنسان الصحية وتنعكس سلباً على حياته المهنية. لكن ماذا عن اضطرابات النوم بشكل عام؟ وكيف يمكن تشخيصها؟ وما هي الوسائل العلاجية المتاحة للتخلص منها؟ نتابع في حلقة التشخيص هذا الأسبوع. اضطرابات النوم هو علم جديد بدأ بال 1990، ما كان حدا يسمع فيه قبل 1990. في بروفيسور فرنساوي بلش يعمل تخطيط للنوم، تخطيط للرقص، للدماغ أثناء الليل، اكتشف أنه في أشخاص عم يعملوا مشاكل مش عم يقدر يفهمها، وهو بلش هو إذا بدك اللي بدأ بأمراض النوم وبلش يحط الأسماء على الأمراض. اكتشفنا أنه في كتير أمور بتحدث نحن ونايمين ما بنعرف فيها، وكطبيب صعب أنه يشوفها عند المريض. من التسعينات لليوم تطورت كتير أمراض النوم، واكتشفنا أنه بتصيب أكثر من 20% من الأشخاص، يعني كمية هائلة من كل شخص، من أصل 5 أشخاص في شخص بيعاني مشكلة أو أخرى من أمراض النوم. مرات أطباء عنا مشكلة لما نحكيهم عن أمراض النوم يكون عندهم معرفة فيها لأنه جديدة كمجال بالطب. أرق مشكلة معروفة، المريض بيكون مش عم بينام بالليل أو عم بينام أقل من 7 ساعات. بتعرف الإنسان يلي هو راشد فوق 18 سنة لازم ينام بين 7 و9 ساعات. لما يكون هالشخص عم بيعاني هيدي دايركت بيجي بيقلنا أنه أنا ما عم بقدر نام أكثر من 2 ساعة، أو عم بياخد 3-4 ساعات لفوت بالنوم لأدخل النوم، بتكون شغلة هينة مباشرة، أنا ما عم في ينام. وطبعاً المشاكل يلي بتنجم عنها التعب، الصداع، قلة التركيز بالنهار، عدم القدرة على القيام بالمهام المنزلية والعملية بطريقة سليمة، هيدي دغري بيجي لعنا وبيكون عم يحكينا بالنسبة لمشكلة الانقطاع، مشكلة الأرق. المشكلة يلي منواجهها الكبيرة هي بانقطاع النفس أثناء النوم، لأنه بتحدث معنا نحن ونايمين ما بيعرف المريض شو عم بيصير فيه. بدي اقول لك حتى بالإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال هيدي النوم مثل الموتى الصغرى، يعني الشخص هو نايم مثل الميت ما يعرف شو بيصير فيه معه. نقدر نعرف المشاكل بطريقة غير مباشرة، يعني المريض بيكون عم بيعاني من تعب، نعاس، بيصحى الصبح مثل كأنه مش نايم مع أنه هو نايم 7 أو 8 ساعات، بيصحى بالليل بيفوت على الحمام أكثر من مرة، مثل ما عم تشوفي عوارض غير مباشرة على مشاكل النوم. المشكلة بتحدث أثناء النوم لما الإنسان يخسر هالكنترول، يخسر التحكم بالعضلات تبعه. عند الأشخاص يلي هالمجرى تبعهم ضيق بيطبق المجرى وما بيعرفوا فيها، السمنة بتضيق المجرى مثل ما بينصح الإنسان بيزيد وزنه بمنطقة البطن، بيزيد الدهن وتراكم الدهون حول مجرى النفس وبالتالي بتؤدي لانقطاع بالنفس. هيدي أول كاتيجوري، هيدي أول قسم. تاني قسم، في أشخاص خلقة موجودين مخلقنين بمجرى نفس ضيق. بعطيكي علامة هينة كتير هي الفك التحتاني. في أشخاص بيخلق الفك التحتاني متراجع، منسميها بالإنجليزي retrognathia، فك متراجع. هذا الشخص بس نشوفه نعرف نحن عنده انقطاع بالنفس، لأنه هالشخص بس ينام بالليل بيسكر. في قسم كبير وهيدي
عندك عندنا نحن مهمة كبيرة بالتوعوية للأهل. عندنا الأطفال يلي عندهم اللوز واللحمية، كيف هالسمنة بتخلق لنا تضيق بمجرى النفس؟ اللحمية واللوز بيضيقوا المجرى عند الطفل. انتبهي شغلة، الطفل يلي عنده انقطاع بالنفس لا يؤدي عمله بالمدرسة بطريقة سليمة، الذاكرة تبعه تتأثر، طوله الديفلوبمنت تبعه كيف هو بيكون عم ينمى، نموه بيتأثر. وهول الأشخاص عند الأطفال دغري كتير سهل من بعد ما نعمل له الدياجنوسيس، من بعد ما نشوف انه عنده انقطاع بالنفس نبعته عند الأنف والأذن الحنجرة بشلوا اللحمية واللوز، بيتغير حياة الطفل، بيبطل ناصح، بيطول، بيتغير حياته، نموه بيتغير. فحص النوم هو ليلي، بينام من 9 المساء ل 6-7 الصبح. نحن بحاجة كأطباء نوم لأربع ساعات من النوم المتواصل أثناء الليل تنحكم على المريض شو عم بيصير فيه أثناء النوم. صفى بيجي المريض عنا 9 المساء، منكون عم نجهزه وبتشوف الغرفة والتجهيزات كيف عم بتصير، منكون عم نجهزه منحط له الوايرات، وأصاب 10-11 منطفي الضوء منقول له جرب 2، عادة بياخد نص ساعة لينام. الغرفة مجهزة لتكون شبه تخته بالبيت، يعني مش غرفة طبية، غرفة أوتيل، بيكون التخت الكبير يلي هو مريح مع المخدات المريحة. ليه؟ لأنه بيهمنا نكون عم نعمل شيء بيشبه يلي عم بيصير معه للمريض بالبيت. بينام المريض من الساعة 10-11 ل 6 الصبح، بفل وبيروح على البيت، بنقعد نحن من بعدها بنحضر الفيديو وبنحضر كل هالداتا، كل هالمعلومات يلي أخذناها منه، وبنصير نشوف كم مرة انقطع نفسه بالليل، هل الأكسجين عم يهبط، هل الذبذبات الدماغية مزبوطة، هل عم ينام كفو من ناحية النوم السطحي والنوم العميق والنوم الأحلام، وبنطلع بكونكلوجن، بنطلع بقرار شو عنده وكيف علاجه. برح خبرك شيء، في كتير مرضى بيقولوا لي ما ممكن نام أنا. كل اللي بيصير هو بيطول نومته. الشخص الطبيعي بياخد 22 دقيقة زائد أو ناقص ليخفى، لما نكون حاطين له كل هالأجهزة بتطول، بتاخد 40 لساعة بس لما ينام. هون نحن بتبتدي إلنا. هلأ في 1% من الأشخاص ما بيقدروا يناموا، نرجع مرجعهم ليلة تاني، بنقول لهم يكونوا تعبانين بالنهار، ما يشربوا قهوة، ما يناموا بعد الظهر، يعملوا شوية رياضة ليكونوا جسم، والجسم المنهك مرات بينام على هو بالسيارة. يعني نقدر، ما عندنا مشاكل أنه شخص ما ينام. مشان هيك نحن نعطيه فرصة ينام بدون ما نعطيه دواء للنوم، بدون ما نكون عم نأثر على نوعية النوم، بس 99% بيخفوا بدون أي مشاكل. بيهمني كمان سلام، هون انت بعرفك قديش بهمك تنشري الوعي عند الاهل. بيهمني ضوي على موضوع ممكن نعمل له حلقه خصوصي عند الارق عند المراهقين، لانه من وراء استعمالهم لهاللو الواح الذكيه الاهل بيفكر انه ابنه راح على الفرشه على 8، بتعرفي اللي عمره 7-8 سنين بحاجه ل 10-11 ساعه من النوم. بجائحة الكورونا كل هالأطفال قعدوا وتيسلون الأهل على اللوائح الذكية، وعنا مشكلة جائحة موازية لجائحة الكورونا هي قلة النوم عند المراهقين والأطفال من وراء هالألواح الذكية يلي بتمنع الطفل من أنه يخفى، لأنه هاللوح الذكي بيعطي اللون الأزرق، واللون الأزرق بيوقف إفراز مادة الميلاتونين من الدماغ يلي هي بتدخل الطفل بالنوم. صف لما الشخص بتقول أوكي يا ابني روح تفضل نام، بياخد اللوح الذكي وبيقعد ما بينام،
ما بينام عم بيكون عندنا مشكله كبيره بالتين ايجرز بالمراهقين والاطفال عم بيناموا اقل اوقات، مش لانه عنده انقطاع بالنفس، لانه عاده سيئه هي وقت النوم بنحضر تي في، وقت النوم بنفتح التليفون، وقت النوم بنلعب لعبه بلا طعمه على التي في. النوم الطبيعي عند والجيد عند الاطفال والكبار، نحن بنعمل اربع مراحل، اربع او خمس مراحل نوم عبر الليل، كل مرحله بتاخذ من 60 ل 90 دقيقه، نطلع بكميه نوم 8 ساعات 7 8 ساعات مقسومين على اربع. دائما بنبدا بالنوم سطحي، بنفوت بالنوم العميق وبنحلم شوي اول الليل، وكل ما يتقدم الليل بنصير نام نوم سطحي أقل، نوم عميق أقل وأحلام أكثر. يعني آخر الليل بنحلم أكثر، أول الليل بنحلم أقل، أول الليل بنعمل نوم عميق أكثر تنرجع نعيد النشاط يلي عنا إياه، ونوم عميق أقل أثناء الليل. لما نحط المريض نحن ونشوفه كيف عم بينام، منشوف تقطع النوم، هذا بتعطينا دليل على سوء ولا حسن النوم. بكل بساطة 40-50% من نومنا لازم يكون نوم سطحي، 20-30% نوم عميق، و 20-30% أحلام. الشخص يلي ما بيحلم عندنا مشكلة معه، الشخص يلي ما بيعمل نوم عميق عندنا مشكلة معه. تخيلي أنت لما ينقطع نفسك، لما ينقطع نفس المريض تيرجع يتنفس بده الدماغ يصحى، بنسميها بالإنجليزي مايكرو أراوزل، صحوة صغيرة ما بيتذكرها المريض، بس تكون صحوة كافية ليفتح مجرى النفس ويعيد النفس. صفى إذا عم يعمل المريض 30 انقطاع بالساعة، يعني كل دقيقتين عم يصحى دماغ مرة، كتير مثل هين. خدي جوزك وانكزي 36 مرة بالساعة بالليل، بس هيك صحي صحوة صغيرة ما يحس فيها، وخبريني كيف بيكون نهاره. انت ام وبتعرفي لما الطفل بيصحينا 10-15 مرة اذا كان ساخن وبالليل بنصحى، نهارنا بيكون سيء جدا. طيب كيف بقى هالشخص يلي عنده 30-40 انقطاع بالنفس اثناء النوم بالساعة؟ اذا بنحكي عن الكبار اكثر من 10 ثواني يسمى انقطاع بالنفس. عندي شخص وقف نفس، هذا اللي كسر السكور عنا، دقيقتين ونصف بدون نفس. هبط الأكسجين من 95% تشبع الأكسجين ل 40-50%، يعني بالليل صار أزرق أزرق. آه طبعاً ممكن، يعني ممكن تؤدي لتوقف بالقلب، وهون خطورتها. يعني بدقولي أنه دقيقتين منه متنفس. نحن إذا بدنا نوقف نفس طوعياً، نعمل انقطاع انسداد توقف بالنفس، ما فينا أكثر من 40 ثانية. عندي بشكل يومي أشخاص بيوقفوا دقيقة أو دقيقة ونص، أكثر مرة دقيقتين ونص. عندنا بالضيعة، نحن من الضيع، بيقولوا هذا الشاب هذا الزلمة هني توفى أثناء النوم تبعه، ما عذب أهله، بيكون هو انقطاع بالنفس موقف نفسه. وياما نحن في عندي شاب عايش مع أهله عنده انقطاع بالنفس بالساعة كان شي 80 مرة بالساعة، يعني كل 45 ثانية 50 ثانية بينقطع نفسه. لما عطيناه الجهاز لينام فيه بالليل، لترلي طريقة اللي صارت معه، حط الجهاز وعم بجرب ينام، غمض عيناه، بيجي بيه بيصحي، بيقول له شو بيه؟ بيقول له ما بدك تفوت على تروح على الشغل؟ بيقول له بعدني مغمض عيني. بيقول له صارت الساعة 7 الصبح. هذا الشخص تغيرت حياته بالمكتب، صار كان يضل عابس، كان يضل تعبان، تغيرت حياته. بيقولوا له شو بك عم تتعاطى شيء يعني تهالقد فرحان؟ بيقولوا لا عم نام لأول مرة بحياته بينام. وهيدي شغلة كتير بتهي سلام. انقطاع النفس بيأثر على القلب، بيأثر على العين، بيأثر على الدماغ، بيأثر على الجهاز الهضمي، بيأثر على عمل الكلوي، بيأثر على الضغط، بيأثر على السكري. ما في ناحية من الجسم إلا ما بيأثر عليها انقطاع النفس. وشغلة خطرة، شغلة خطرة. مشان هيك مساهمتكم بالتوعية مش بس عند المرضى،
عند الأطباء كمان يلي هن مخرج شوي ما كان أمراض النوم شغل شائعة كمان بتساعدنا. خيارات علاج انقطاع التنفس المفاجئ أثناء النوم مثل الخيارات الوقائية التي تعتمد على تغيير في أسلوب الحياة وحتى في وضعية النوم، إلى الخيارات الجراحية التي يرتئيها الطبيب، وأيضاً هناك الخيارات العلاجية الميكانيكية التي تعتمد على أجهزة الضغط الهوائي الإيجابي المستمر المسمى بالسيباب والأقنعة. هذه الخيارات العلاجية الميكانيكية التي تعتمد طبعاً على الأقنعة هي الأكثر انتشاراً لأنها وسيلة فعالة وآمنة ويعتمدها الكثير من الناس. سلام، هلأ بدنا نحط علاج لمريضة نحن، هو علاج السيباب يلي فسرت لك، هو الجهاز يلي بيعطي ضغط متواصل إيجابي بمجرى النفس. لنحط هالجهاز بدنا نفسر للمريضة، رح تشوفيني هلأ كيف رح نفسر للمريضة كيف نحطها، بس قبل نعرض على المريضة نحن عادة أنواع الماسكات يلي بتحطها على الوجه. اتفقنا نحن والمريضة اليوم أنه نحط النيزل بيلو، ورح تشوفيني هلأ كيف رح نشتغل بالمكنة ونعلم إياها. يتم التشخيص عن طريق سؤال المرضى عدة أسئلة، وفي استبيان بيتم طرحه على المريض ويتم الإجابة عليه، بيشمل عدة أسئلة عن مشاكل النوم خلال النهار، وإذا كان المرافق لي أثناء الليل قد لاحظ عليه بعض الأصوات الغريبة أو الشخير أو الفوق أو الصحو المفاجئ أو الشرقان أو مشاكل التنفس أثناء الليل، مشاكل أخرى مثال أو أسئلة أخرى مثال خلال النهار مستوى وعيه وإدراكه، إذا كان بيصاب بالنوم المفاجئ أو كثرة النعاس أثناء النهار أو بعد الأكل أو أثناء القيادة السيارات. في بعض المرضى بيشتكوا من مشاكل نوم أثناء القيادة، وخاصة لما تكون في إشارة حمراء وفجأة بيصابوا بنوم أثناء القيادة، وده بيسبب لهم مشاكل وكمان بتهدد صحتهم، فيها خطر عليهم. اضطرابات النوم لها تأثير واسع جدا على الإنسان. لو ابتدينا وذكرنا من أول الدماغ، بتأثر على الأوعية الدموية للدماغ، لأن هؤلاء المرضى بيتم انخفاض نسبة الأكسجين لديهم أثناء النوم إلى حد قد يكون خطير جدا. المشكلة في تكرارها، والمشكلة في طول الفترة بتاعة الانقطاع وعلى مدار سنين طويلة، ومعظم المرضى للأسف لا يكونوا على قدر كبير وواعي لهذه المشكلة، فتؤدي إلى مشاكل على الدماغ وعلى الأوعية الدموية للدماغ. وفي بعض المرضى بيكون اول بريزنتيشن لهم او اول حاجه بيظهروا بيها هي جلطات في الدماغ، نقص الاكسجين او اضطراب في الوعي. ولو اتكلمنا على القلب، لها تاثير واسع جدا، وكل الاوراق العلميه الحديثه بتتكلم على مدى تاثير ومشاكل النوم على القلب. فقد وجدنا حديثا ان في شباب صغيرين بيصابوا بازمات قلبيه، بيصابوا باضطراب وسرعة في ضربات القلب وعدم انتظامها، النهجان. والنهجان ده له طريقتين، إما عن طريق تأثير انقطاع التنفس على القلب أو على الجهاز التنفسي. كمان لها تأثير على الجهاز الهضمي، وبتسبب ارتجاع نتيجة انقطاع التنفس والشخير وزيادة ضغط البطن والأمعاء، فالمريض بيصاب بحاجة اسمها شوكينج اتاكس وريفلكس، يعني بيحصل له ارتجاع من الأمعاء والحمض إلى الصدر. بعد التقييم الأولي من قبل فريق من الأطباء لحالة المريض وحالة نوع اضطرابات النوم لديه،
يتم إجراء اختبار يسمى بتخطيط النوم. هذا الاختبار يقيس حالة جسم الإنسان أثناء النوم من خلال النظر إلى مؤشرات كثيرة، منها حالة التنفس، حالة النوم ككل، نشاط العضلات ومستوى الأكسجين، إضافة إلى مؤشرات كثيرة. بعد هذا الاختبار يتم مراجعة كل هذه المقاييس والمعايير لتحديد نوع الحالة التي يصاب بها المريض، وأيضاً تحديد خطة العلاج له. هناك علاقة وثيقة ما بين النوم وانقطاع التنفس وأمراض القلب. انقطاع التنفس هو مرض مزمن وله أسباب متعددة. أسبابه ممكن تكون أسباب موضعية وفي آخر أسباب أخرى مركزية. الأسباب الموضعية بتكون أسباب بسيطة زي مثلا تضخم اللوزتين أو اللحمية أو الشخير أثناء النوم، هناك علاقة بينه وبين انقطاع التنفس، والسمنة ده سبب رئيسي. وهناك أبحاث كثيرة أخرى تثبت أن الأمراض القلب زي فشل عضلة القلب المزمن أيضا يسبب انقطاع التنفس. دي الأسباب الموضعية. الأسباب المركزية هي أسباب لها علاقة في مراكز النوم بالدماغ والمخ، وأيضا تؤدي إلى هذا الانقطاع. كيف يستطيع المريض تشخيص هذا المرض ومعرفة أنه هو مصاب به؟ الحقيقة هو في حد ذاته لا يستطيع التشخيص، لأنه لا يشعر أنه هو بيستيقظ من النوم بسبب انقطاع التنفس. إنما نحن نصل إلى التشخيص عن طريق أهل المريض اللي بيكونوا يشاركوه في غرفة نومه زي الزوجة أو الإخوات. بيوصفوا أن المريض يستيقظ من النوم فجأة، بيتنفس بشدة، بيحصل انقطاع للتنفس، ويعود المريض إلى النوم مرة أخرى بشكل طبيعي. هذا الانقطاع المتكرر أثناء الليل يؤدي إلى خفض نسبة الأكسجين بالدم، وعلى المدى الطويل وعلى المدى المزمن بيؤدي إلى تغيرات في الجسم وتغيرات في هرمونات الجسم زي الأدرينالين والنور أدرينالين الذي يفرزها الجسم، وتؤدي على المدى الطويل إلى بعض أمراض القلب زي أمراض الضغط، زي تصلب الشرايين، زي أمراض الشرايين التاجية. إن بعض أمراض القلب يعني هي علاقة عكسية طردية كاملة، زي فشل عضلة القلب أو ضعف عضلة القلب، احتقان الرئتين بسبب بعض أمراض الصمامات مثلا، مرض الضغط في حد ذاته ده ممكن كله يؤدي إلى انقطاع التنفس أثناء النوم. وبالتالي نخش في دائرة مفرغة. المريض الذي يعاني من الضغط أو السمنة أو أمراض تصلب الشرايين تؤدي إلى انقطاع التنفس، وانقطاع التنفس تزيد من أمراض القلب. فبالتالي يجب قطع هذه الدائرة المفرغة بعلاج الطرفين، بعلاج انقطاع التنفس وعلاج المرض المسبب لي في القلب، زي ضبط الضغط، نعمل السيطرة على مستويات السكر، علاج تصلب الشرايين والشرايين التاجية وخلافه. العلاجات لانقطاع التنفس هي علاج الأسباب. يجب أن نصل، وانقطاع التنفس برغم أنه هو يظهر أنه هو مرض بسيط، إنما هو يحتاج إلى كثير من الفحوصات، وقد نضطر أن احنا ننوم المريض داخل المستشفى في غرف خاصة ونعمل مراقبة خاصة لنشاط المخ ونشاط الدماغ ونشاط القلب أثناء نوم المريض، لمراقبة كيف أو ما هي أسباب هذا الانقطاع. فيجب معالجة الأسباب أولا في الخطوة الأولى. يعني مريض عنده سمنة، لازم أن احنا نعالج الموضوع. عنده ضغط، عنده سكر، عنده فشل في عضلة القلب، يجب أن يعالج سبب هذا الانقطاع. مصاحب لهذا أجهزة مساعدة، وهي أجهزة تنفس خاصة متوفرة في الأسواق بأنواع وأشكال مختلفة، وهي تساعد كثيرا على سهولة نوم المريض بدون انقطاع للتنفس. هذه الأجهزة مهمتها توفير الأكسجين أثناء فترة الانقطاع، فلا يستيقظ المريض من النوم، فبالتالي يحافظ على نوم بشكل أسهل وأبسط للمريض، ونتجنب جميع المضاعفات التي يسببها
الاستيقاظ المفاجئ بسبب انقطاع التنفس. فهي أجهزة مفيدة جدا، لكن الأصل في العلاج هو علاج سبب هذا الانقطاع. زي ما قلنا إن في أسباب موضعية بسيطة، لكن كل ممكن يكون كل مشكلة المريض هو وجود لحمية أو التهاب في اللوزتين أو تضخم في اللوزتين. إذا تم علاج هذا الأمر أو التهاب الجيوب الأنفية المزمن مثلا واحتقان الأنف، إذا تم علاج هذا الأمر ممكن إحنا نعالج انقطاع التنفس ونتجنب أشياء وأمراض كثيرة في القلب يسببها هذا الانقطاع.